أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة من الحياة الآن، نستهلها بأهم العناوين. بدوا عمليات فرز الأصوات في دوائر الرمل في الأسكندرية ومركز وبندر دمنهور في البحيرة ومركز وبندر بني سويف والوسطى في محافظة بني سويف. وزارة الإسكان تعلن انتهاء 75% من مشروع تشكى الجديدة وضبط 3.5 طن حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستهلاك الآدمية. الزمالك يلتقي حرس الحدود والأهلي يواجه سموحة اليوم في ختام مباريات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.